قوات الأسد تشن هجوما بالغازات السامة على عين ترمة في دمشق. أسير تونسي من داعش يكشف لأخبار الآن أسرارا حصرية عن المقاتلين الأجانب في التنظيم. والقوات العراقية تواصل تمشيط الموصل وقتل قياديين من داعش. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ أفادت مصادر طبية في غوطة دمشق بإصابة عدد من المدنيين ومقاتلي الجيش الحر بغاز الكلور السام في بلدة عين ترمة في ريف دمشق عقب قصف بصواريخ محلية على المنطقة. يأتي ذلك بعد ساعات من تصدي فصائل الجيش الحر لمحاولات تقدم لقوات الأسد وميليشيات موالية لها على عدة محاور من جوبر وعين ترمة وتكبيدها خسائر كبيرة في العدة والعتاد. دبلوماسيا، أعرب وسيط الأمم المتحدة في عملية السلام السورية ستيفان ديمستورا عن أمنه في تحرير مدينة الرقة معقل تنظيم داعش قبل الجولة المقبلة من المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة. كان ديمستورا قد أكد في السابق أن مكافحة تنظيم داعش وتحرير الرقة ورفع حصار داعش عن دير الزور في شمال شرق سوريا يمثل أولوية مشتركة. غالبية مقاتلي داعش في الرقة سيلقون حتفهم، القلة منهم بقوا أحياء ولكن أسرى مع وحدة مكافحة الإرهاب الكردية. مفادتنا جنان موسى تمكنت من لقاء أسير تونسي وزوجة مقاتل آخر من تركيا تحدثا عن هزيمة داعش ورحلة الوصول إلى سوريا والانضمام لداعش وعن مقاتلين أجنبيين، الأول أمريكي والثاني ألماني. نتابع. نحن برفقة وحدة مكافحة الإرهاب الكردية، مهمتهم إلقاء القبض والتحقيق مع أفراد داعش، حال هذا السجين التونسي الذي هرب من الرقة. في مقابلة حصرية معه يخبرنا بأن داعش يستعمل المدنيين في الرقة كدروع بشرية. كانت الأمور يعني صعبة على المدنيين، مثل ما صار في الموصل أنه ممنوع الخروج وممنوع خروج المدنيين، حتى اللي نشوفه كل ما يتقدموا يعني القوات على مكان انه تشوف يعني كثير مدنيين اما يعني خرجوا احياء يعني اعجوبه او كانوا تحت الانقاض، فهمت؟ وهذا انه يعني فكرهم انه المدنيين دروع بشريه راح يعني يكف القتال او كف شيء، بل بالعكس يعني يزيد ينفر الناس يعني منهم ويزيد ممكن يعني كثير ناس يعني تصير يعني ضدهم وتصير. في منطقة كوباني وبالتنسيق مع وحدة مكافحة الإرهاب التقينا أيضا هذه السيدة التركية التي كانت متزوجة من مقاتل في داعش، تريد اليوم العودة إلى تركيا بعد قتل زوجها في المعارك. أما بالنسبة للتونسي فيتذكر كيف انتهى به المطاف في سوريا بعد أن وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في تونس وشجعوا أبناء البلد على الجهاد. والله كانت من 4 سنين وخمس سنين يعني الطريق مفتوح، يعني كان الطريق مفتوح خاصة يعني من تونس يعني اللي سافر مباشر، كنا مرينا على ليبيا ثم التحقنا بتركيا، وكانت تركيا يعني هي أسهل شيء، أسهل يعني دولة يعني تدخل منها يعني من اي ناحيه، يعني من المطار من البر من الحدود البريه الى سوريا، فهمت؟ كانت يعني اسهل شيء، كانت هي يعني هي اللي تسهل دخول الناس وهي اللي تسهل دخول يعني المهاجرين وهي اللي تسهل، فهمت؟ فالتحقت انا من سفري من تونس الى ليبيا، من ليبيا لتركيا، فهمت؟ ليبيا وين؟ ليبيا من طرابلس. فالتحقت يعني بالتنظيم. ليش ما رحت مباشرة من تونس على اسطنبول؟ يعني ليه رحت على ليبيا بالأول؟ والله كان الطريق نفسه يعني، بس أنا اخترت هذا أنه يعني بس أنا اخترت هذا نفس الطريق، ممكن تسافر من تونس ممكن تسافر يعني من، حتى الفترة ذيك كانت يعني حكومتنا حكومة يعني حكومة إخوان يعني عادي، فما في مشكلة.
دعم للإرهاب عادي، نفس التخريب، نفس التخريب في تركيا، نفس العقلية في قطر، نفس يعني عقليات يعني نفسها، فهمت؟ عادي فتح بؤر التوتر، عادي تمويل الإرهاب، عادي يعني. فكانت الطرق سهلة يعني، أنك يعني تغرب شباب أو تسحب شباب من بؤر التوتر، أنه يعني خالص ما في سجن، ما في في عفو، أخرجوا ناس كل يعني. فمش تكون العقلية نفسها، أنه يعني نروح في ناس يعني تقول أني رايح على الجهاد وما جهاد، في ناس يعني جات حمية أنه شافت الشعب السوري هيك هيك. فتورطت، في ناس كثير تورطت بصراحة، تورطت مش عارفة يعني الحل لمستقبلها. رحلة الوصول إلى سوريا كانت سهلة جدا. يعني لما حتى في المطار اسطنبول تسأل أنا وين نريد نروح، وين في الباص الفلاني أو المكان الفلاني، كانوا يدلوك يعني. حتى أنه مرة يعني أول ما دخلت كانت في صارت شغلة يعني أني للآن مستوعبها الآن يعني ما راحت على بالي، أنه في واحد يعني جنبي تونسي كان هذا شرطي الحدودي يختم له في الجواز، فقال له وين رايح؟ قال له انا رايح على سوريا، قال له يلا يلا بسرعه. يعني في هذه انه باينين انه يعني في ناس يعني وراء الكواليس انها يعني تدفع في الناس هيك، تدفع في كل شيء. معظم افراد داعش غير السوريين عالقون الان في الرقه من دون اي خيارات، هم ممنوعون من مغادرة أراضي داعش وغير مرحب بهم في بلادهم أصلا. محمد الأمريكي هذا يعني كان يعني من الأول مقاتل عادي، ثم سمعنا به أنه يعني يريد يخرج يعني من التنظيم، ويريد يخرج يعيش يعني مواطن عادي، فهمت؟ فتعرض للتعذيب والضرب والإهانة وكل شيء، فهمت؟ ولساته يعني الله أعلم مضطهد يعني هناك، فهمت؟ هذا مثل من الأمثلة اللي الناس يعني خايفة أنها تخرج للمجتمع الخارجي، فهمت؟ هذا لو مين يعني يستقطبه أو يستقبله أو يتكلم معاه، فهمت؟ ما كان بالتجربة اللي مر بها ومن تعذيب ومن يعني من إهانة وكل شيء، فهمت؟ تصور يعني واحد جاي من أمريكا جاي إليك يعني بفكرة الدين أو فكرة يعني الحمية أو فكرة شيء، فما نظن أنه يعني ناس عاقلة أو ناس يعني تعرف تسير، مش تسير شعوب أو بلدان تسوي للناس مثل هيك، فهمت؟ هذا مثال يعني على الناس المضطهدة جوا، فهمت؟ نحكي لك من المهاجرين يعني، لو السوريين يقولوا احنا مضطهدين او شيء، فهذا مثال على اضطهاد المهاجرين، فهمت؟ دون القتل، دون يعني التعذيب. فمحمد الامريكي هذا يعني وصل انه يعني ما يعطونه لا بيت لا مكان لا كفاله او شيء، فهمت؟ وصل انسان يعني جاي من امريكا يعني يحكوا عليه انه كان يعني من مرتبه معينه، فهمت؟ وامه وابوه شغل معين، فهمت؟ ف يبيع في يعني في قطعه كعك وشغلات، فهمت؟ هذا مثل للاضطهاد، فهمت؟ فما بالك يعني تحت الكواليس او حاجات ما نسمعوش بها ما احنا، او يعني هلا صار مدني يعني عم ببيع كعك؟ اي صار مدني يعني، فهمت؟ وبده يرجع على امريكا؟ طبعا بده يرجع، مثال لكل واحد، فهمت؟ يرجع على بلده، فهمت كيف؟ في واحد الماني كثير مشهور كان يغني هونيك بالمانيا اسمه ديزو دوغ، بتعرفه؟ شفته شي مره؟ بتعرف عنه شيء اذا بعده عايش او ميت؟ اي نعرفه. اي شو بتعرفه؟ شو نذكر لك اسمه، شو اسمه؟ ابو ايش؟ ابو طلحه الالماني. والله نعرف نشوف فيه كي مثل الناس يعني في الرقه، فهمت؟ والله اعلم ان الفتره الاخيره سمعت انه انقتل يعني، وصار لي زمان ما شفته، فهمت؟ زمان كثير ما شفته، فهمت؟ هذا مثل الناس يعني اللي تاثر يعني، فهمت؟ انه يعني مغني يعني مشهور يعني والماني، فهمت؟ اكيد يعني راهو يريد يرجع الحياه ويريد يرجع يعني. بس قلت انه انقتل، يعني متاكد انه مقتول ولا مش على الاكيد؟ لا بس سمعت، انا ما سمعت، بس مو متاكد يعني بشفته مثلا او شافوا صوره او شيء، ما نعرف. بس ما متى اخر مره انت شفته بعينك؟ والله زمان، ممكن 8 أشهر 9 أشهر سنه. هي. متى؟ ممكن من سنة، فهمت؟
شو كان شغلته بالضبط؟ شو كان يعمل؟ والله ما أظن أنه يعني مقاتل، وسمعت هيك يعني كلام يعني من ناس من هناك أنه يعني يريد يمشي للعراق، فهمت؟ من أول حملة الموصل، فهمت؟ فقالوا أنه أبو طلحة يعني يريد يروح للعراق هيك. يعترف هذا الموقوف أن التنظيم سيخسر الرقة عاجلا أم آجلا. بين الكل واحد يعني يحلل يعني الواقع الحربي في الرقة، أنه باينة أنه يعني معركة محسومة يعني، بس تخبطات هيك، وعادي داعش تضحي بناس يعني هيك، أنها يعني مازالت قوية مازالت هيك. هكذا ينتهي حال معظم من انضم لداعش. من لا يقتل في المعركة ينتهي به المطاف مسجونا مهزوما وفي حالة ندم. جنان موسى، أخبار الآن من منطقة كوباني عين العرب سوريا. منذ دخول تنظيم داعش مناطق الأزيديين شمالي العراق، ومصير الآلاف منهم من رجال ونساء وأطفال مجهول، حيث عمد داعش إلى تجنيد الأطفال وسبي النساء واقتياد الرجال إلى أماكن غير معروفة. فصول تلك المعاناة تنطبق على أهالي قرية شنغال، حيث تسرد نور الخضر لأخبار الآن تفاصيل اقتحام داعش لمنطقتهم، وتكشف عن معاملة التنظيم لهم أثناء الاقتحام وبعد أخذهم إلى سجن الرقة. نتابع. كنا مع جهامو دركة مش مالت خوا مش مالت خوا دركاتنا مكرنا مدرسي ده طلب داعش من الجميع الخروج من المنازل، ووضع أهالي شنغال في المدرسة، وقام بإجبارنا على تسليم الهواتف الجوالة، ومن ثم طلب من النساء تسليم الحلي والذهب، وفي اليوم التالي طلب تسليم الأموال لعناصره، فلم نتجرأ على مخالفته. لقد أعطيناهم كل ممتلكاتنا النقدية والذهب، وبعدها اقتادوا الرجال بما فيهم ابن سفيان وعمره 8 سنوات إلى مكان مجهول، وكذلك انتقوا بعض النساء وأخذوهن، ولا نعلم شيئا عن مصير هؤلاء حتى الآن، سواء كانوا أحياء أو قتلوا. ثم أخذونا إلى مدرسة أخرى في سولاغ، وضعونا هناك، وفي الساعة 12 ليلا فرزوا الفتيات التي لم يتجاوزن 20 عاما وأخذوهن إلى سوريا، ومن ثم أخذوا الأطفال في سن 10 سنوات فما دون، وقاموا بزجهم بالمعسكرات، فجاء دورنا ليأخذوننا إلى سوريا، وأمضينا 2 يوم على الطريق حتى وصلنا إلى مدينة الرقة في الساعة 4 صباحا، ولدى وصولنا وضعونا في سجن تحت الأرض، وتركونا في ذاك المكان 15 يوما، حيث لا ماء ولا طعام ولا كهرباء، لم يكونوا ليقدموا لنا شيئا على الإطلاق. وفي ذلك السجن أجهضت نساء كثيرات بسبب الوضع المجري، كما مات أطفال أعمارهم من شهر إلى سنة بسبب الروائح الكريهة والهواء الملوث والحرارة المرتفعة. لقد كنت شاهدة على وفاة 5 أطفال وإجهاض 7 نساء بسبب وضع السجن السيء، فلقد كنت أسكب الماء من الصنبور لابنتي، والماء كان ممزوجا بالكاز، كنت أشربها الماء وأبكي، لم يكن ثمة خيار آخر. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في العراق، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بأن قياديين 2 في تنظيم داعش قتلا أثناء محاولتهما الهرب من المدينة القديمة للموصل. وأضاف المصدر أن القوة قتلت القياديين بعد معلومات استخباراتية عن خروجهما عبر نهر دجلة من منطقة الموصل القديمة. أعلن بريب ماجوريك المبعوث الأممي الخاص إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن واشنطن تعهدت بتخصيص 119 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية في العراق بعد تحرير مدينة الموصل من احتلال التنظيم الإرهابي هذا الشهر. وفي اجتماع للتحالف الدولي المناهض لداعش في واشنطن، حث ماجوريك على بذل الجهود وجمع أموال لإعادة الاستقرار للمناطق التي طرد منها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وأكد ماجوريك أن التحالف حدد 100 موقع حيوي يحتاج لإعادة الاستقرار في الموصل وحولها،
وستكون هي محل التركيز العاجل لعمليات التطهير من الألغام والإصلاح. ألقت القوات العراقية القبض على زوجة أحد مقاتلي داعش خلال محاولاتها التخفي بين النازحين الخارجين من المدينة القديمة في الموصل، حيث كانت معها فتاة أزيدية كان قد أخذها مقاتل في التنظيم سبية لديه على مدى 3 سنوات من احتلال التنظيم للمدينة. مراسل أخبار الآن وسام يوسف، مشاهدينا والتفاصيل. ما هي إلا ساعات قليلة على إعلان الجيش العراقي تحرير الموصل بالكامل من احتلال داعش بعد انتهاء معركة الأمتار الأخيرة في منطقة الميدان شرقي المدينة القديمة، حتى وجد المختطفون لدى التنظيم لا سيما الأزيديون منهم وجدوا ضالتهم بعد نحو 3 سنوات من قمع داعش. على هالموال الطيارة ضربت البيت. نجمة إحدى الفتيات الأزيديات اللواتي تم تحريرهن من قبضة داعش في الموصل القديمة، حيث نزحت برفقة زوجة مقاتل في التنظيم احتجزها ل3 سنوات، وقد ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليها في منطقة استقبال النازحين. صفاء عبد. صفاء عبد. صفاء، أنت شنو شي اشتغل زوجك؟ داعش. وينه هسه؟ مقتل، كان هناك وياهم وتزوجون هنا زواج. شلون احكي لي؟ جابوهن تزوجوهن. كم وحده؟ والله ما ادري كثيرات. نعم زين، اول من يجيبوهم وين يخلوهن؟ اول ما يجيبوا على البيوت وعلى الشمرات. اخوتها شفتها قدرا يعني مثل هاي شفتها قدرا هناك. وين؟ هناك بالميدان ظلت وما تقبل تطلع. نجمه تعاني من ضعف شديد بسبب نقص الغذاء، وهنا تم اسعافها وتقديم العلاج لها، كما تم الاتصال بذويها لغرض تسليمها، لكنها تعاني من صعوبة في الكلام، حيث حاولنا الحديث معها لمعرفة الظروف التي مرت بها. الفتاة المظلومة المسكينة المختطفة من قبل داعش هي وأمها وأخواتها تفرقت، ولا نجمع معلومات عن أخواتها الأخريات اللي باقيات قسم بالموصل وقسم في الشام، وعن أماكن تواجدهم من خلال زوجات القتل المجرمين في داعش. احنا موجودات ايضا هنا ناخذ من عندهم معلومات، وهسه ان شاء الله الايام الجايه راح احنا بالنسبه لنا الموصل تحررت، لكن نكمل تحرير الازيديات. لم تصدق نجمه رؤيه احد اقربائها بعد رحله عذاب لمده 3 سنوات، فاجهشت بالبكاء وهي تقبل يد أحد أقربائها الذي جاء لاصطحابها، لأن أفراد عائلتها جميعا ما زالوا مختطفين ولا يوجد أي معلومات عنهم حتى ساعة إعداد هذا التقرير. فرحان جدا، فرحان جدا باستلام هي بنتنا وعزيزتنا نجمة، ومرة أخرى باسم سماحة بابا شيخ باسم السيد الأمير أمير الإزيدية حسين بك نشكر جميع قوات الأمنية بكافة صفوفها. القوات العراقية وبعد أن استكملت تحرير الموصل بذلت الكثير من الجهد في جمع المعلومات حول المختطفات الأزيديات بهدف الوصول إليهن وتحريرهن بالتعاون مع أهالي المدينة، حيث ما زال مصير الكثيرات منهن مجهولاً. في الشأن الخليجي، قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إنه يرى أزمة قطر تتجه إلى مرحلة النار الهادئة، وأضاف: نحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره. وقال قرقاش إن دول مكافحة الإرهاب متجهة إلى قطيعة ستطول، وهو ملخص الشواهد أمام الجميع. وأضاف قرقاش أن دول التحالف العربي أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف بحسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره. وأشار وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية إلى أن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهاتها بعيد، وبالتالي فإنه وفي ظل ذلك لن يتغير شيء، وأكد أنه للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها.
إلى اليمن، حيث منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية مرضى الكوليرا من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب لحالاتهم بعد أن انتهجوا سياسة بيع الدواء والمتاجرة به في السوق السوداء. ورصدت جهات مختصة عملية المتاجرة وبيع دواء الكوليرا في عدد من المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، ليحرموا بذلك أعدادا كبيرة من اليمنيين من الحصول على الدواء للعلاج من وباء الكوليرا. نشرتنا مستمرة مشاهدين، وفيها بعد فاصل أخير: شاب ليبي يتحدى الإعاقة بالعمل والإبداع. أحييكم من جديد. في قصة نجاح مميزة وفي تحدي للإعاقة، حقق الشاب الليبي علي إبراهيم الصوعي حلمه في إنشاء ورشة النجارة الخاصة به، واستطاع بذلك رسم مستقبله بيديه وبدعم كبير من أسرته، ليكون مثالا يحتذى به داخل ليبيا وخارجها. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. هنا في جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس، وفي كل مساء يأتي علي لفتح أبواب ورشة النجارة الخاصة به ليستقبل زبائنه. علي من ذوي الإعاقة في النطق منذ الولادة، وكذلك هم زملاؤه في العمل، لم يقفوا مكتوفي الأيدي، فها هم يجتهدون في مساحتهم هذه بحرفة في يدهم، متحدين كافة العراقيل التي قد تحولهم على الإنجاز والاستمرار في الحياة. وبوجه بشوش ستجد كل ما ترغب به داخل جنبات هذه الورشة. بلك نحاول نخدم كل شيء، ولكن الظروف متاع ليبيا هي اللي ما ترفينا من ناحية المعدات ومن ناحية النقص حتى في الأخشاب وفي كل شيء، ولكن من ناحية نحن الفكرة والإبداع موجود، أن نحن نقدموا خدمة للي بيجينا ونخدموه، والناس تشجع فيها على العمل. التقينا والد علي الذي علمنا منه فيما بعد بأنه أب لطفلين، وقد حدثنا عن إصرار ابنه في الاستمرار في حرفته، إلا أنه نوه لضرورة تشجيع أمثال هذه المشاريع خصوصا في ظل نقص العمالة في البلاد. هم عباقرة في دماغاتهم، عندهم شيء يقولوا فيه، يعني بالنسبة للنجاري للمجموعة اللي في التكييف أنا محتك بهم لأن ابني واحد منهم، سواء اللي في التكييف والتبريد، اللي في اللحام، اللي في الميكانيك، اللي في الكهرباء، ناس عندهم وناس عندهم مصداقية في عملهم وعندهم أمانة، مخلصين يعني في الأعمال متاعهم، ودائما لما يخدم شيء يخدم ما بأمانة وبصدق بصراحة. يعني يتعلم المرء دروسا كثيرة في الحياة، معاني الإصرار والطموح الممزوج بالإبداع تمثلت في علي اليوم، وهو دون شك درس مستفاد. معتز الخريف لأخبار الآن، طرابلس. ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية، التي عنونت بين صفحاتها: البحث عن موقف لسيارات قد يكلف مليارات. قالت دراسة لشركة تجميع بيانات حركة المرور إن سائقي السيارات في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا يهدرون وقتا ووقودا بالمليارات سنويا في البحث عن أماكن الانتظار لتفادي دفع غرامات قد تكون في واقع الأمر أقل تكلفة. ونطالع مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية: صدق أو لا تصدق الروبوت مكان الوالدين. أصبح بإمكان الأمهات التوقف عن الغناء لأطفالهن أثناء النوم باستخدام روبوت الغناء إدوين، الذي يبلغ ثمنه $50 فقط. ويمكن لهذا الروبوت أن يصدر الأصوات الهادئة لتهدئة الطفل أثناء النوم، ولديه أيضا قدرة على اللعب التفاعلي عندما تحتاج الأم لقسط من الراحة. واخترنا لكم مشاهدين الكرام من صحيفة اليوم السابع المصرية: الهند تتصدر الدول الأكثر استقبالا للمكالمات المزعجة. جاء في تفاصيل الخبر: كشف تغيير جديد أن الهند تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى أكبر عدد من المكالمات المزعجة، إذ تتكون هذه القائمة من 20 دولة بما في ذلك بنغلاديش وبريطانيا وكينيا وتشيلي ومصر. وإلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين: نيويورك تخصص $32 مليون للقضاء
على الجرذان. أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية خطة بقيمة 32 مليون دولار لخفض عدد الجرذان بنسبة 70% في أحياء بروكلين وبرونكسينك ومنهاتن الأكثر معاناة من هذه الظاهرة في نهاية عام 2018، بعد أن تلقت دائرة الصحة في مدينة نيويورك منذ بداية العام الجاري أكثر من 10,000 شكوى عن رؤية جرذان. نعود إلى أخبارنا مشاهدين، وفيها أيضا أجرى باحثون في جامعة يابانية دراسة تفيد بأن الدم الذي يمتصه البعوض حين يلسع الإنسان يبقى محتفظا بخاصية الحمض النووي بعد مرور 48 ساعة على اللسعة. وقال الباحثون إن هذا الأمر قد يساعد الشرطة على تحديد هوية الأشخاص الذين كانوا موجودين وقت وقوع أي جريمة، إذ قام فريق من خبراء الطب الشرعي بتحليل عينات من الدم المأخوذ من جوف بعوض اللسعة متطوعين، وتمكن الخبراء من التعرف على الدم العائد لكل منهم قبل مرور يومين على تاريخ اللسعة. وأشار معدو هذه الدراسة إلى أن معظم البعوض لا يطير أبعد من بضعة مئات من الأمتار، لهذا يمكن الاستعانة به في كشف المجرمين وحل ألغاز بعض الجرائم. في خبرنا الأخير، يعرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن أول هيكل عظمي للحوت الأزرق العملاق. ويعد متحف لندن التاريخي هو معرض علمي للطبيعة يقع ضمن مجمع كبير للمتاحف في مدينة لندن، ويعرض تاريخ الأرض الطبيعي من فترة ما قبل التاريخ إلى يومنا الحالي. ويشتهر المتحف بشكل خاص بعرض بقايا الهياكل العظمية للديناصورات. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. قوة الأسد تشن هجوما بالغازات السامة على عين ترمى في دمشق. أسير تونسي من داعش يكشف لأخبار الآن أسرارا حصرية عن المقاتلين الأجانب في التنظيم. والقوات العراقية تواصل تمشيط الموصل وقتل قياديين من داعش. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة موجز الأنباء.